الحلقي في الاجتماع السنوي للمؤتمر العام لاتحاد الصحفيين. الإعلام الوطني أسهم بالدفاع عن القرار الوطني المستقل، والحكومة تعمل على تذليل الصعوبات التي يعانيها. يار عباس ترتقي شهيدة على طريق إعلام الحق والحقيقة، ظهير قواتنا الباسلة في الحرب الظالمة على سوريا. لقد أصبحنا الآن في القسم الآخر من الحي الغربي، وبعد قليل سوف نقوم بالدخول إلى أحد أوكار المسلحين المتساقطين على الأرض من ضربات قواتنا، أبناء قواتنا العربية المسلحة. رجالنا البواسل يبسطون سيطرتهم على الحي الغربي في الخصير، ويقضون على أعداد من الإرهابيين في مناطق أخرى. سلسلة تفجيرات إرهابية في بغداد تحصد عشرات الشهداء والجرحى، والجيش العراقي يتصدى لمحاولة تسلل إرهابيين إلى سوريا. منظمة معاهدة الأمن الجماعي تؤيد المبادرة الروسية الأمريكية وترفض خطوات تزويد الإرهابيين بالسلاح.